بسم الله الرحمن الرحيم. جئتكم اليوم بموقع جميل لجمع عملة الريبل كما تشاهدون إثيريوم مينينك لين أو جمع أو إلى آخره من هذه المصطلحات الرقمية كما تشاهدون في الفيديو. هذا هو شكل الموقع، سأضع لكم رابط تحميل أسفل الفيديو إن شاء الله. كما قلت لكم التسجيل هنا سهل في هذا الموقع، كما تلاحظون طبعا هنا اللغات، اللغة التي تريدها للموقع، وهنا طبعا محفظة الإيثيريوم، نعم محفظتك للإيثيريوم التي تجمع بها أو تسحب فيها الإيثيريوم عند تجميعه. وضعها هنا هكذا، العملية سهلة. فدعكم تشاهدون عملية تسجيل هكذا، هذا فرنسية، أضع محفظة هنا وأضع هكذا، يعني كما عودتكم في الفيديو السابق وضعت لكم موقع لجمع عملة الريبل، اليوم موقع لجمع عملة الإيثيريوم. العملة التي وصلت حتى 1200 دولار في الأيام الأخيرة عندما صعد البيتكوين، وصلت إلى حوالي 1200 دولار. ما عليكم إلا التجميع، وهذا الموقع يحمل حتى في الهواتف النقال. هناك أبليكيشن تحملها في هاتفك النقال عندما تكون خارج المنزل أو لا يتوفر لديك حاسوب، تضعها على الهاتف الخلوي وتجمع في المقهى وتجمع في العمل وتجمع في أي مكان، لا تجمع في المسجد. إذن كما هكذا وتسجل، يعني لا تضيع محفظتك للإيثيريوم، هذه المحفظة تبقى على الموقع طوال الوقت هكذا وتسجل، يعني تسجيل جيد هكذا كما تلاحظون. سأتي لكم شرح الموقع، أتمنى أن لا أنسى شيئا في الموقع. عندما تستعملونها يوميا هكذا هذه هي أرباحي اليومية للغد الأمس وفي الشهر. كما قلت لك تستطيع، الإنسان الذي ليس له عمل كل 15 دقيقة أو 10 دقائق تضغط وتجمع، يعني في حوالي 20 يوم أو 15 يوم تستطيع أن تجمع 100 دولار. قد وضعوا في هذا المبلغ أدنى مبلغ مالي للتجميع هو 0.1 إثر، هكذا يأتي المبلغ على الموقع، يأتي هكذا. نحن في الجزائر هكذا كما تلاحظون، هذه يأتيك هذا الصوت، إذا أتى هذا الصوت تأكد في الموقع الصحيح وأنك هكذا الإشارات هكذا تجميع هكذا كما تلاحظون هكذا، وتأتيك هنا دعها تجمع هنا 320 تجمع حوالي 3000 5000، ثم تضغط على هذه للحفظ.
الصوت يزعج قليلا، لكن الصوت الدليل على أنها تجمع. سكت الصوت فتأكد أنها سكت. وإذا أردت أن لا تسمع صوتا أضغط على هذه العلامة هكذا، أضغط عليها. نعم هي تجمع، فتحها تجمع حتى حوالي 1000 أو 2000 لأشرح الفيديو فقط. الصوت قد سكت، لكن هي أمامنا نلاحظها أنها تجمع. كما قلت لكم أشرح لكم الموقع بكل تفاصيله إن شاء الله. رابط الموقع هناك، رابط الذي تحولونه لأصدقائكم أو تأخذون الرابط لتنشره على المواقع لتكسبوا أيضا منه. أو 3000 أو 5000، لا تتركوها مدة طويلة حتى لا يحسب لكم عدد النقاط التي جمعتها. إذن كل 4 ساعة 10 دقائق اجمع. كما قلت لكم الذي يشتغل فيها يوميا وبكل ساعة بكل نصف ساعة سيجمع 100 دولار في حوالي 15 يوم أو 20 يوم فقط. أنا أتكاسل قليلا للانشغالات وللعمل، أجمعها في حوالي شهر ونصف، شهرين هكذا. الشهر الماضي هكذا قد جمعت 30 60، تبدأ من جديد 60 90 120 حتى إلى آخر، تضع النقاط ستجدها هنا في محفظتك. عدد الأموال التي هكذا هاي. وأحين الصفحة، أحين الصفحة لأرى أن هذا المبلغ قد تغير. نحن جمعنا حوالي 1000 نقطة، يعني المبلغ لا يتغير كثيرا كما تلاحظون هنا، سيتغير. شاهدوه قبل وبعد التحية هكذا. عندما تحين تأتيك الموقع تحين مرة لترى أن المبلغ سيتغير. إلا إن لم ترى المبلغ تغير هكذا. ما هو المبلغ التغير كما تلاحظ؟ هذه هي النقطة التي تضغطها لي. هذا هو شكل الأرباح، وهذا هو أرباح اليوم، وأرباح البارحة، وأرباح الشهر 8.94 دولار. ليس شهر، وإنما حوالي من يوم 1 فيفري إلى يوم 10 فيفري 10 فيفري. يعني تستطيع حوالي شهر أن تجمع 100 سهل وبسيط، لا يحتاج أي شيء، لن تخسر شيئا. جمع واترك 100 دولار في الشهر، من يعطيها لك؟ سأشرح لكم هذه الإيقونات كيف تأتي بالريفيرال، رابط كليتير تعطيه للآخرين يسجلوا معكم وراءك. نتعاون جميعا ونسجل وراء بعضنا البعض لنستفيد بعض الدولارات، وهم يستفيدون من هذه الإشهارات. هناك من يقول ما المواقع ليست صادقة. نعم صادقة، لأنهم يستفيدون من هذه الإشهارات ونحن نستفيد ببعض الدولارات، وهي كذلك كما تلاحظون. موقع سهل وبسيط، نعم بسيط. سأشرح لكم هكذا إعدادات الموقع. هذه هي محفظة الإثيريوم، هذا الدولار، العملة التي تجمع بها. هنا الموقع، الإيميل، تضع إيميلك. نعم هنا شكل الموقع.
أزرق شنو شنو، وهنا لوضع حماية أكثر، وجوجل بلاي لتحميل الموقع على الهواتف النقالة أو نعم. ثم نذهب إلى الكونت موقعي، هنا شهر جانفي حول 0.05 إيثيريوم، ها هي هنا تحميل، لقد وضعوا صفر أدنى مبلغ هو 0.1 إيثيريوم، وها هو يعني حوالي 300% جمعتها، بقي هذا المبلغ لكي تسحب على محفظتك، ها هي هذا هو الموقع، وتضغط هنا وتسحب مباشرة، تذهب إلى عنوان محفظتك، تجدها في محفظتك، أي محفظة للإيثيريوم آمنة، اختار محفظة، هناك محفظة الماي إيثر والت التي سنشرحها، محفظة رائعة وجميلة. تضع فيها أموالك بالإيثيريوم ونوع من التوكنات أو العملات الرقمية الجديدة، حوالي 1000 عملة أو أكثر تنطوي تحت عملة الإيثيريوم، هي محفظة رائعة، محفظة الماي إيثر والت، سنشرحها في موضوع قادم إن شاء الله. هذا هو الصح، عملية السحب سهلة، لكن عليك أن تصل إلى هذه النقطة. تحويل شهر رمضان 2018، تحويل جيد، 0.05 إثنين حولتها إلى محفظتي. هذا هو عنوان الرابط، تأتي من هنا وتأخذ عنوان رابطك لتوزعه وتستفيد ويستفيد الكل. نعم، إذا استودعكم الله، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، وإذا أعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وسبسكرايب وضعوا جيم واضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد، نحن دائما في الخدمة لنستفيد ونفيد، نحن نتعلم ونضع فيديوهاتنا في خدمة الجميع. نعم لقد عانيت من قبل، والآن أشرح للناس الذين يستفيدون معنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.